أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الأول متوسط. وصلنا إلى الوحدة السابعة لسن 1 من كتاب التعلم. Instructions بمعنى توجيهات. Talk about the pictures، تحدث عن الصور. Then read and match the instructions to the picture، ثم اقرأ ووصل instructions التعليمات إلى الصور. شوفوا هنا أنا عندي صور وهنا عندي تعليمات. التعليمات مثل ما قلت لكم اسمها instruction أو instructions الجمع مالتها. زين، أنا من أشوف الصور أكيد راح أخذ فكرة عن معنى الصورة. قبل لا نأخذ فكرة عن الصور، خلنا نروح نقرأ ونترجم الجمل أوكي الموجودة عندي بأسفل الصفحة. Keep off the grass، بمعنى أبقى بعيدا عن العشب. طبعا رأسا من تشوفون الصور رأسا راح تعرفون انه هي هاي الصورة المقصود بها. يعني اولا ما عادي. Number two، don't write in this space، لا تكتب في هذا الفراغ. راح نربطها مع اي. شوف هنا مكتوب don't write here، لا تكتب هنا. Number three، add water and mix with the flour، ضف المياه وامزجها مع فلور هو الطحين. طبعا اي من الصورة عرفنا انه اي. احنا اللي لازم نعرفه شنو معاني. اذا ما تعرفون معاني ما راح تعرفون تحلون مثل هيك تمارين. دائما بكل صفحة اكتب، يعني انا كمدرسة حتى اني اكتب الكلمات المهمة هنا. شنو معنات طحين؟ شنو معنات مثلا مفتاح؟ شنو معنات عشب؟ شنو معنات ورقة؟ اوكي اكتبها هنا بداية كل صفحة، بحيث من اجي اقرأ عن الصفحة عندي الكلمات المهمة هنا كلها كاتبتها وكاتبة معانيها، تصير مثل قاموس الي. طبعا من دائما اقرأها اقوي نفسي باللغة الانجليزية حتى ما انسى، لانه تعلم اللغة ينسي مرور الوقت. يعني إذا ما تمارسون اللغة الإنجليزية راح تنسون هواي معاني، فأكتبها هنا حتى دائما أقرأها حتى دائما أشوفها. زين، خلونا نكمل إلى 4. Eat plenty of fruit and vegetables، كل الكثير من الفاكهة و vegetables الخضروات. راح نجي أوكي نربطها ويا F. Healthy eating يعني طعام صحي. 5. Don't leave keys in the car، لا تترك المفاتيح في السيارة. طبعا راح نربطها مع B. 6. Don't put hot plates on the table، don't put، لا تضع الأطباق الساخنة، plates الأطباق، plate طبق واحد، on the table على الطاولة أوكي هنا اللي هو C. إذن طبعا موضوع الانستركشن جدا جدا مهم. أيضا شرح موضوع الانستركشن راح تلقوه بكتاب الأكتيفيتي بوك، كتاب الكراس. خلونا ننتقل إلى بيج 54 صفحة 54. بهاي الصفحة Warnings to children، تحذيرات إلى الأطفال. إذا شوفوا الانستركشنز توجيهات، هذا الكلام كله أوكي موجود هنا بالأسفل هو توجيهات. دا أوجهكم إنه لازم تكون بعيدين عن العشب، لازم ما تكتبون هنا، don't leave keys، لا تتركوا مفاتيح السيارة، وهكذا. يعني كلها شغلات توجيهية. Warnings to children، هنا تحذيرات، يعني دا أحذركم. ترى التوجيه يختلف عن التحذير، انتبهوا على هاي الشيء. Talk about the pictures and work out the meaning of the words، نفس الكلام يريده يقول. أيضا تحدث عن الصور وجد meaning of the words، جد معاني الكلمات. هنا بالأسفل مطيني 6 points، 6 نقاط راح أترجمها لكم حتى بعدين نربطها مع الصور. Number one، put that down، اترك هذا، down يعني اتركه أرضا. You will cut yourself، سوف تجرح نفسك. طبعا
طبعا الكات تأتي معان اثنين، اما يقطع او يجرح، هنا جاية يجرح، يعني ما معقول اقول انت راح تقطع نفسك، عربيا صحيح، وانما انت راح تجرح نفسك. راح نربط هاي الجملة مع اي. شوفوا هنا اكو knives سكاكين، المفرد مالتها knife منتهية باف، لكن الجمع مالتها طلع بالاف الى v ومضاف اس. scissors هو المقص. نروح على 2. don't drink that، لا تشرب ذلك. you will make yourself sick، سوف تجعل من نفسك مريض او سوف تمرض. راح نربطها ويا سي. اوكي، ميديسين، الميديسين هو الدواء. اذا احنا مثلا شربنا من عنده زايد او شربنا العلاج الخطأ، اكيد هذا راح يمرضنا واحتمال يؤدينا الى الوفاة، وخاصة الاطفال. دائما نشوف العلب مكتوب عليها ابقيه بعيدا عن متناول الاطفال. 3. don't go in the pool alone، لا تذهب الى حوض السباحة alone يعني وحدك. you will drown yourself، سوف تغرق نفسك. خلينا نشوف ويا من راح نربطها. راح نربطها مع F. شوف هنا pool، هذا الحوض. طبعا هاي مثل ما قلت لكم هاي الى الاطفال، تحذيرات الى الاطفال، يقول ليس تروح الى الحوض السباحة وحدك لانه احتمال تغرق. 4. don't play with matches، لا تلعب بعواد الثقاب. you will burn yourself، سوف تحرق نفسك. خلينا نشوف B. don't touch those، لا تلمس those يعني هؤلاء. you will cut yourself، سوف تجرح نفسك. طبعا A. broken glass، glass يعني glass نفسه، قدح مكسور، فما يصير احنا نلزمهم لانه راح نجرح نفسنا. 6. don't put that on your head، لا تضع ذلك على رأسك. you will kill yourself، سوف تقتل نفسك. طبعا الاكياس plastic bags، هي الاكياس البلاستيكية. زين حتقولون شلون يعني اموت اذا احطها على راسي؟ بس مجرد انه مثلا طفل يلبسها او اي احد يلبسها على راسه ويشدها على رأسه، يعني شدها على رقبته، رأساً راح ينقطع الأكسجين عنكم، يعني بعد ما تقدرون تتنفسون لا قدر الله. إذن من الخطر إنه نخلي طفل يلعب بكيس بلاستيكي لأن احتمال يختنق. الآن ننتقل إلى السؤال اللي عندنا هنا. Now answer these questions، الآن أجب عن هذه الأسئلة. All the things in the pictures can be dangerous for children، كل الأشياء الموجودة بالصورة can be dangerous، ممكن أنها تكون خطيرة for children للأطفال. which ones، أيهما can make them sick، أيهما ممكن أنه يجعلك مريض. طبعا medicine، الجواب هو medicine، راح يخليني مريضة إذا طبعا إذا طفل شرب دواء يتسمم. can hurt them badly، ممكن انه يؤذيهم بشكل سيء. طبعا ممكن scissors او knives، ممكن broken glasses، اقدحة مكسورة او broken glass، ممكن matches. okay. and kill them، شيء ممكن يقتلهم. طبعا plastic bags، هي الاكياس البلاستيكية. إذن هذا كل ما يعنى بصفحة 54. طبعا ملاحظة أيضا شرح موضوع الويرينج، التحذيرات راح تلقوه بكتاب الأكتيفيتي بوك. أكو موضوع كامل عن instruction، توجيهات، وعن الويرينج. انتقلنا إلى صفحة 55، lesson 3، الدرس الثالث. warnings to parents، تحذيرات إلى الوالدين. الوالدين يعني الأم والأب. تحذيرات، إذا إحنا حذرنا الصغار الأطفال، إجي دورنا حتى نحذر الكبار بالأمر. read the posters and try to work out the meaning of new words، اقرأ
البوستر نفسها البوسترات أو الصور و try to work out وحاول إنه تجد the meaning of new words معاني الكلمات. طبعا أنا already راح أقراها لكم وترجمها لكم أوكي فما راح تفكرون هواية بالمعاني لأنه راح تجيكم جاهزة. زين خليني Where do most accidents happen؟ أين معظم الحوادث تحدث؟ وين ممكن تصير الحوادث؟ In the street في الشارع، on the beach على الشاطئ، at school بالمدرسة. No الجواب لا. Most accidents happen at home. معظم الحوادث تحدث في البيت. طبعا دائما تشوفون مثلا واحد يجي مثلا جايب ابنه محروق بصوبه محروق بماي حار او مثلا مستخدم السكين قاطع مثلا صبعه او مستخدم سيزارز المقص ومثلا معور عينه بي او وهكذا. اذا معظم الحوادث تصير في البيت. Don't let accidents happen. لا تدع الحوادث ان تحدث. In your home, في بيتك. زين خلينا نجي نشوف نقرأ ونترجم. Number one, always keep medicine out of the reach of children. دائما أبقي الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال. دائما الأدوية تكون لازم محطوطة بمكان طبعا عالي مكان الطفل ما يوصل له. Two. Never let children play in the kitchen. أبد لا تدعون الأطفال يلعبون في المطبخ. المطبخ ليش؟ خصوصا إذا كان مثلا طباخ معلوق، أكو جدر ميحار، أكو جدر زيت، أكو سكاكين بالمطبخ، أكو قلاصات ومواعين ممكن تأذي الطفل، فأبدا ما عوف الطفل بالمطبخ. 3. Always keep knives away. دائما أبقي سكاكين بعيدة. From children عن الأطفال. دائما السكينة لازم تكون بعيدة لأنه الطفل ممكن يأذي نفسه. 4. Never let children play in the pools alone. أبد لا تدع الطفل يلعب بفول طبعا هو المسبح أو الحوض alone وحيدا لأن ممكن أنه يغرق. 5. Never let children play with mice. لا تدع الأطفال يلعبون بعود الثقاب لأنه ممكن يحرقون البيت ممكن يحرقون نفسهم أيضا. Always keep plastic bags out of reach of children. دائما أبقي الأكياس البلاستيكية بعيد عن متناول الأطفال. شوفوا هذا شلون مختنق وما عارف شلون يطلع الكيس وراح يختنق الطفل. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا وانتظروني في درس جديد.